دهب يا سلام يا سلام. صباح الخير، كيف حالكم؟ شو اصبحتوا؟ صبحكم الله بالخير والنور والسرور والعافية، وصبحكم الله بكل ما يسركم. هذا ابوي علي جاي، واول مرة بحياته يجيب شيء وهو جاي. هذا من عقب ما عايرته البارحة، قبل ما اسير اقول له، يقول لي جيب فلوس عشان اجيب لك فاكهة. قلت له انت ما تستحي. قلت له انت ما تستحي. ما عندك دم؟ ما تخيل على هالمساوق اللي اسوق. بعد كتب 100 جنيه او 200 جنيه اجيب لك، تجيب لي فاكهة يعني. ليش ما تغدي ادمي؟ ودي من الوديات وتجيب وتجيب روحك يعني. وين يعني المصريين قدعنا قدعنا قدعنين قدعنين لا قدعان وقدعان. انت ابوي بريم يا علي، انت مستحيل تكون مصري 100%. مخلط. المصريين يبون ويشلون ويحطون يعطون. والله كل يوم اجيب لك فواكه، كل يوم والله. كل بس شوف يعني يوم فواكه يوم لحمة. لا عشان شارات اللحم البارحة ما نباها. تم بلحم حمير هذا اللي يطعمون اياه البار. ها المكان 100 المكان وايد حلو. هي والله لما الاكل انا مصري اهو يعني اكيد اكل اي حاجه واي حاجه. احلى مكان هذا اللي ضارين سير له، اللي في السيده شو اسمه، الرفاعي. مطعم كشره لكن اكله ياخذ العقل حمته. وايد فنان. متسلي حواليك وغاوي. ها حواليك متسلي كده قاعد محاوليك القطط والكلاب. هي في الحاره كلها بس لذيذ. اي والله لكن جو وايد حلو صرنا له العام. لمين ده؟ احسنهم لك انت وجهزهم. لا لا جهزهم ولا عندي خبر. طيب ماشي شكرا. ايه رايك في التيشيرت؟ يجنن يجنن القميص. ما انت يا لهوي شو؟ ما تبصش على الشراب. الله يجنن. اسمعي ده حرام. لابسه سليم والله. ايه اللي جرى؟ مش هجيب لك فاكهه تاني. لما بجيب لك فكرة اصبعها بيتعور بيبوس خالص. رقدة يسمونها رقدة اللذينة. وايد رقدت رقدة فنان ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. تعرفون هذا السبب اني انا اجلس في الادوار العلوية فوق مرة حسب ما اسمع. حر خاري علي؟ حر؟ حر جدا. والله؟ شايف الموز جرالوي؟ انت يا ابن هنمون او ان ابو دقة؟ من ابي ابو نقطة. هذا ما ابو نقطة، هذا ابو لطعة. قالوا انت قالوا ابو هاي. الحر ايش تحت؟ العام مثل هالوقت علي كنت تعب لي تين. شوكي ولا لا؟ لا تين البرشومي. اي ايوه. لسه ما ظهرش. يا ريال. والله. ولا غالي؟ لا لا، في حاجة تغلى عليك. كذاب. لا والله لا يا لا يكون غالي ايه؟ مش انت خالص يعني. هذا لك حاجه اغلى من التين. يا كذب. لا والله لسه ما مش مسود كده وصغير يعني، لسه انت بشير يعني. بس هجيب لك تين برشوم لو في شوك. تين شوكي. هجيب لك اسيب التين واجيب لك الشوك. شفت لما وقفت في الفرنسيس امبارح وانا باكل؟ يا العبيط خلي اصلا لي ترمس. ماشي كده. هدي عليك هدي عليك وكده. صلصل ما عليك. كمان بالشرب مقطوع لون غير. استغفر الله العظيم. كمان الكلام توني الحين ظاهر الجدل بيكون هالحين. من الصبح ابوي منزل بداخل وسوال وقرقر 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 انا وهالوي ويا محسن. محسن بيانجا تا نعم يا خلف منا تعرفين ايه الاخبار؟ ايه ها علي؟ نفس الفيو ده. علي عاوزين حكاية لما محسن الخط مكيف. فاكر؟ انت مكيف يعني معاك فلوس تجيب مكيف. ها؟
ما معكش فلوس تحلق دقنك. يا كذاب يا كذاب. ليه بقى؟ عشان معذور. هو قال لك انا جبت تكييف. مكيف يعني. مكيف فانت قلت له يا محسن انت جبت مكيف؟ قال لك اه والله. قلت له طب انت لو جبت مكيف هروح عندك البيت؟ لا. لا لو لقينا ان المكيف هديك 5000 جنيه. في الرخص دلوقتي يساوي 5000. انزين. قلنا انا بنعطيك كده لقطناك صدق خدت مكيف في البيزات؟ تاكسى عندك في البيت نشوف. بالك هو بصراحة مش تكييف مش مكيف. هو الوش بتاع الفريم مال المكيف. لما لا خلاص هنروح للبيت بقى. هو صادق وطيب قوي في كل ما كده اقول لكم قال لي جمله صح او قال لي كلمتين ورا بعض حقيقه عشان كله كذب عسبتي ما روما صدق جمع الامريكي تتذكر ملك السعوديه فين يا علي مش ده المبنى ده خاص بعد انت حينه بعد في مره ثانيه بعد ناوي تتفلسف من بعد موضوع بعد موضوع الجامعة الأمريكية ماله المبنى العظيم بتاع الجامعة الأمريكية ماله 10 سنين وانت تقولي هاي مبنى الجامعة الأمريكية وطلع ايه؟ طلع المتحف الوطني هاي كلها مباني وطنية بعد تبغاني أصدق؟ جراند حياة هذا جراند شوف هذا أبوي البحوي كنا تحت الفندق هذا هذا هي والله صنت اللحم أبحد يقول لكم ابوي تعالوا كبابجي وكبابجي وكبابجي اكلوا اكلوا خبز اكلوا هذا الحمص مالهم السلطه اللي تلو... بعد سلطه لا 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 نحن ما حد عندنا شيء تيلسون يلس غاوي ما عليه شوفوا هذا حين المطعم اللي نحن جيناه طرف هذاك شوف وين طوال الحوامه هاي بحبه الحوامه شو اسمها العباره هيك هاي اللي هناك الباخرة على اساس لها اسم غير ما اعرف شو زين طرف هذا طرف هذا هذا كرنيت هلا بيض كامل هذا شيء يلس تاخذ العقل عصير وبعصير ودخون شيشه وما ادري شو يلس فنان في منتهى الروعه مطعم بعد عندهم في الزمارك اسمه سكويا في منتهى الروعه يلس تاخذ العقل في نص النيل لكن الصعوبه في الحجز هذا الصعوبة في الحجز زحمة زيادة على اللزوم مكان فنان ويلسة قاوية يعني لكن مشكلته بس في الزحمة بنحاول نلقطنا نسير نربنا نسير الهم زين زينين عندهم لحمة مصننة هروح ها؟ زينين عندهم لحمة مصننة هروح خلاص تعودنا عليها تبوي انت عقب اللحوم اللي هناك في ابو ظبي في الامارات بعدك بتدور لحم عرفت بقى لما كنت بقول لك اللحمة غير عندنا ازاي شفت سبحان الله خالص هنا احلى الحين بيد المغرب من يد بلنزل طب من نشير الضحى العاري ترى ما شي شغله نيس هدرب واسولف ويا ربعي ابوي ما احب اشل ارابع وناس اجيبهم ثقال طينه ولا شيء انا هاي ربعي إيه؟ هذا ها ناس بسيطه هذا احب الضحك والسوالف وعندك يعني الحين هذا مثلا هذا مثلا الحين يشتغل مدرس مستشفى المجاني لا علي خليني اتكلم هذا مدرس اروم انا اقول هذا بروفيسور مثلا ما اروم ترى مدرس مدرس او عن فراش مدرسه ممكن ما يستوي أيوة. انا هالي يعيبوني ضحك وسوالف وعنده كذوب ما يعيبني هذا مال يسمونه نقط من قراطيس ما يوزني 80 مليون ولا 90 مليون ويمسك فينا احنا نموذج لكل ال 80 مليون والله المكان وايد فنان البلاد روحها فنان خفيفه زينه مصر بزحمته بالحرنات بهالدنيا هل اسمعوا هالقرقع القرقع زين هالقرقعته هل تشوفونها انتم اللي تسمعونها هاي القرقعه وهاي الكبار اللي ممزوره خلق الله ما خلق احلى شيء فيه انت يا مصر هذا اللي انتم تشوفونه شيء جميل في منتهى الروعه واحب القرقعه هذه انا تجيني شرات اتصوع شرات الصوع على هال على هالقرقعه وهالازعاج وهذا
لا غير وقت رقاد لازم في الادوار العالية، لازم ارقد في دور عالي اسب اني انا وقت رقاد ما احب القرقعه. على فكره يوم الحين احط لكم درجه الحراره 35، درجه الحراره صدق 35 لكن براد براد، ما شيء حر عرق ورطوبه ابدا، ما شيء هالموضوع، الجو في منتهى الروعه، وايد حلو الجو في مصر بالنسبه حق البلدان اللي بغير هنا. هنا حلو الجو فنان وما شيء شراته. الله يحفظكم عاد، لان الحين ما عندنا اليوم مشوار نسير لا شرق ولا غرب. باكر الحين ترى عاد يد المغرب من نصلي ان شاء الله بنتوكل على الله بالاضحى. بكره معزومين في بيت عرب، بكره معزومين في بيت عرب، يا غير العرب ما حد في بيتهم، العرب في دار بعيده عن هالدار، وقالوا نحن نتمنى بيجي لبيتنا، ضروري انك اتي، ضروري انك اتي على كل حال. شفتوا نوصل البيت وما حد فيه؟ قالوا لا انتم في، نحن موجودين ولا ما موجودين، نحن نباكم تون البيت، فتلقون المشاكير الخدامات مزهبات لكم، مزهبات لكم غداكم، وبنخليهم يسوي لكم الحمام اللي ما تتكلتوا في اي مطعم من مطاعم شنتي القاهره. اول بعد تعذرت وعقب وافقت. حمام محشي احسن من شلبي، احسن من وشك كمان. احلى شلبي هيطلع احسن من شلبي يا راجل. لا بيت خدمه بيت طبعا، خدمه بيت اكيد، بيوت غير المحلات، خدمه فلاحين كمان. ها يعني على اصول ولا اصول حمام جنبي بط ولا حمام بس. كيف عادة؟ هتفتكر يوم اني يوم من الايام ابو محمد هو اللي كان بيحلق لك؟ انسى بقى. انسى دلوقتي. يلا ريحة الزقارة. يا يقولوا انه ما يدوخ. مزنخة. اطلع بقى يا خالد على الشعر. لا ما خف عقلك. على الشعر، على الشعر فوق. لا شعر لا. شعر لا؟ لا. طب شيل ودان. عدل ويهك. ها الحين تطلع تجيب التاب رقم واحد. متشكرين. ها ارفع الى اجيب السكينه بقى؟ لا الله هو شكلك مرتب رقم واحد. بس. بشعري بيخش في مناخيرك؟ يا خساره. رقم واحد تعرف بك. كويس والله. انا هاجي بعديها. لا هو محسن بس انت بتعز يعني كل حد يقول لي هذا ما حد يروم يمشي ويا حد مونا لقيته مخسف بعمره. ها طار ما زيلك احيلة يرقاه بكفة لرقبه. ها رقم واحد. ياس بسم الله. ايوه في وشه. رقم واحد في وشه. شوف ما شاء الله عليه زي القمر. الناس اما بالساتي يلا يلطها كامل. طعم زينك ما حد منكر بعمر الا انت مخسف بعمرك. وهذا ها اللي هني في الدقمه هذه شلها، لا تخلي شيء منهن ابدا. ايلس ها شو رايكم؟ قبل ولا بعد؟ علي محسن قول والله الحين صح كده ولا قبل كده؟ كان شكله صغير قوي كده. انا احسن شكل بيبي فيس. الحين بيبي فيس قبل الشيخ فيل. علي محسن الاول ما اوكي صدق يمين. الحين ولا قبل؟ انت شايف ايه؟ انا شو الحين وايد احسن. طيب انت شايف كده بقى. انا وانت شايف كده بقى. شو تسوي انت هناك؟ اي دي شو؟ ايوه شو قاعد تحسن؟ نحدد الرحله، مواعيد الرحله القادمه ان شاء الله. ايوه يلا انت قول السالفه لان اوريدي الحين صلاح ياس يسمعك. ان شاء الله. هو دلوقتي ابو محمد بيطلب مني ان هو نروح تايلاند عشان طبعا صلاح طبعا. انزين ربنا يديله الصحه. فبنحدد ميعاد بحيث ان احنا نوصل نروح ونيجي ان شاء الله قبل العيد الكبير باسبوع او ب 10 ايام. باسبوع انت بتينا الامارات بتجلس عندي 10 ايام. ما ادري انت شو اللي تشوفه. انا هاجي لك من 29/7 هي
ونمشي من الامارات 5-8 يعني او 8 ايام تاير 8 ايام عندي وبتسير بطير من ابو ظبي من ابو ظبي لتايلاند البنك تاريخ كم 5-8 انزين يوم الاحد يوم الاحد وبرد يوم الاربعاء دوره الاربعاء حق اوصل الاربعاء والخميس اسيبه شويهات شوي مزبط بزبط بالضبط شكرا امر امر يا محسن امر يا سلام يا سلام اتصل بالامن اتصل بالوقت اتصل بالامن اليوم في حد غريب جاي هنا ايش هو ذاك قال لي علي تو علي قنبله ما شيء كبرها ما هن علي ما سمعكم اياها علي شو توها تقول لي عن الوالده امك بتعمل مربة ورد مش سامعك بتعمل مربة ورد الورد ده بتقطعه ايوه بتعمله مربى مربى والله بتعمله مربى والله والله العظيم وكنتوا بتاكلوه اكيد ناكله مربى ورد من جوه علي لا تكذب والله العظيم ثلاثه ماما بتعمل طب ماما بتعمل مربى الطماطم انت معلش مخدومه لك لا لك مربت ورد شربت ورد معروف مربت ورد موجوده في المحلات ومامتك بتعمله والله يا ماما بتعمل ايه رايك يا محسن مش عارف ما عندوش ام مصر ما عندناش وجبه في الشارع لا ماما ما كانتش بتشتري البيت ده في الجنينه اللي جنبيها ده جبنا الورد بتجيبه ازاي يعني ازيك يا حاج عامل ايه واحنا ندخلش بالراحه نجيب الورد ونقول ايه القمر ده ايه ده ايه ده ما بحبش اعرف قبل القمر ما بعرفوش وياسين في اللوبي وميتين مليون بنسير نتعشى في الفور سيزن في الفيش ماركت اللي في الزمان شو اسمه اللي في الجيزة ويا أنا أبوي هذا الرجال مرحبا أبو محمد أهلين محمد الشعفار يا مرحبا أبو محمد الله حبيبي أبو محمد حيا أشوفه كيف أنت الله يطول عمرك أبو محمد حييك ويجيك يا والله صدفة غابية شفتك أي والله عم والله ما تشوف حتى نسيت اليوع الله يطول عمرك وسلمك وجودك شو رأيك في الحبايب ها شو رأيك قبل اللحي ولا بعد اللحي لا وين سلو سوى واحد وسيم الحين هي والله اي والله ما شاء الله الأول إرهاب يا رجال اي والله لا وين يا حي الحياة طالع ما شاء الله عليك والريال اللي ساكت اللي من ناكي وين منهم هذا شي ساكت بلا أظني يوعان هذا يوعان أبو محمد يوعان ها ما برايمير مسوي لنا مليون يوعان يلا حبه يصير تعشعدنا ولا الله يطول عمرك الله يطول المهم طارت عماركم ابطينا في الجلسه ابطينا في الجلسه في اللوبي طلبنا تاكسي مال اوبر ومال اوبر ابطا علي وتكنسل وردينا طلبنا ثاني وابطا وعقب طلع عنده تليفوني انا ما اشوف لا في برنامج اوبر هل ان البرنامج ما يشتغل ولا المهم ما بهذا الموضوع يواعى وين بنسير جينا ابوي المطعم كنا جايين من 4 أو 5 سنين اكل عادي يعني مش مميز اكل عادي حتى جماعه البحر اللي عازميننا في مطعم شايف كبابجي خيرونا البارحه بنت برقه الماء يتشاعل لان كنا جايين احنا قبل المراه جينا اليوم مطعم تبول لنا ورا فندقنا لأن يواعة طريقة ما تخيلونها نزيل رينا حين هالمطعم وطلبنا لك وهذا ها وهذا علي وعلي قايل له أنا يوم بل إيلس إيلس أبو فقايل حق علي في إيه السنة يتحب فقايل حق علي يوم نحب نسير مطعم فنان وزين وهذا حاول يوم بتطلب أطلب الشيء الزين فتخيلوا أول ما جينا طلبتنا حقنا كل مزات وطلبنا يعني الأشياء اللي نحن باها اللي أنا بحبها المعاد أنا أقول حق علي أطلب ليه على هواك يعني لا تتقيد بي أنا أطلب مزات اللي هو المقبلات يعني قام علي قال أنا نفسي أطلب حق قلت على هواك تخيلوا شو طلب في عندك رز لا ما قلتش بص بعد مكرونه ايوه
ما تصورون الويتر اللي اخذ الطلب شو كان وضعه؟ يعني لك ايه الويتر؟ لا رز ولا مكرونه. يعني معناته ايه؟ يعني الكلام ده مش مطعم مصري. اه مطعم منين؟ اه فالمفروض انك انت يا علي ما تطلبش حاجه زي دي. أيوة. نظرة الراجل كانت ازاي ليك؟ شزرا. ها؟ شزرا. شو شزرا يعني؟ فيزيا. اه بقرف. وانت وانت طلبت ايه؟ انا ما طلبتش حاجه. لا انت كنت عاوز تطلب حاجه. مش عايز اطلب حاجه. لا والله العظيم. انزين قول مكرونه. مش عايز مكرونه. ايه؟ مش عايز مكرونه. لا قول مكرونه. مكرونه. لا مكرونه. مش عارف اقول مش هتاكل مش عايز. علي السنه اللي فاتت قلنا له قول حاجه. قال له كلام كتير كريم ولا قالوش. ولا ما لا في مثل. لا مش فاكر. انت فاكر بالسنه اللي فاتت انا جامد هاي في ايه مال ما جابش مكرونه. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اقول عادي حق علي اقول له نحن امبري في اللوبي في الفندق. ايوه حب كل من يحد من بعيد تيلس قز لين يوصل عندنا وخط يعني لو بطالع كان اللي بطالع طالع برايك يا اخي ما تيلس تركز تخلي الادم يحس انك تطالع بص علي ليه انت كنت بتوصل على الناس؟ لا انا مش ببص عليهم انا عبارة ما بعدل النظارة واجمع الصورة قدامي افتكروا حد يكون من قرايبي ولا حاجة من قرايبك؟ ما تش بابك عليه؟ علي علي ماله سن محسن؟ سنه؟ دروس بعد ها؟ ديوسو ايه؟ ديوسو اللي بقعك عمال؟ ديوسو ايه؟ ديوسو انا اوديك لمستشفى الصدر ليه ان شاء الله مش انت درسك ده بجد ما احسب مالك ديسي ولا ديسي 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 اه سن سن ليه بقى ليه بقى ليه يعني انت ما بعتنيش بيه وانت نضفهم عشو عصا فين انت عندك عصا ايه حشو عصا حشو عصب حشو عصب حشو عصب ليه عشان عنده درس زينا في عصب وكده يعني زينا ليه؟ هذا ميدان التحرير هذا اللي يسمونه ميدان التحرير شوفوا العالم شوفوا العالم هذا يسمونه مجمع التحرير هذا اللي تشوفونه وهذا الميدان ميدان التحرير وشوفوا الأمم شوفوا الناس هاي يسمونه يقولون طالعين عيد في مصر يقولون طالعين عيد في مصر يعني هذا هو اللي تشوفونه شوف الأمم يعني شو بقولكم بقول لكم أمة لا إله إلا الله هذه هي أمة لا إله إلا الله كلها بويتي شو سبب تواجدهم في هالمكان هاي كنت طالعين من المناطق البلدية في نص البلاد بيوتهم زحمة هذا منهم يسلم على الثاني في البلكونة بنات بنايات مشاهدات هذا منهم يسلم على الثاني فما شيء هو عندهم في مناطقهم فهذا يكون متنفس من المتنفسات الجميلة عندهم ويدلك على بساطة الناس الله يبارك فيكم قربي يا ما سمعنا عن بالأفلام بالأبيض والأسود من سنة دقيانوس قربي وقربي قربي هذا أبوي أفخم كوفي شوب كان قبل 300 سنة ما زال وكان لين اليوم لين باكر موجود في ميدان طلعت حرب هذا طلعت حرب أبوي موجود في نص ميدانه طلعت حرب ولد سنة 1876 وتوفى سنة 1941 عاش ما يقارب 60 سنة وهالي تشوفون دور ما دار أبوي ميدان طلعت حرب هالبنيان الجميل الديزاين الإنجليزي اللي ماشي شراته في الدنيا العودة كلها شيء قديم من أميات السنين كان وما زال لين اليوم لين باكر وإن شاء الله بيتم بعز مصر لين تقوم ناقة صالح ميدان طلعت حرب يتفرع منه ست خانات ست شوارع كلهن بوي يؤدن الى مناطق مصر العظيم الجميل اللي ماشي شرارته رجل اقتصاد مصر الاول هاي اللي تشوفونه وهو ابوكم اللي امر وانشأوا بنك مصر هو بركاته لو ما هو هاي اللي تشوفونه كان لين اليوم مصر ما فيها بنك هو هذا فضل الله سبحانه وتعالى وفضله لو ما هو كان لين اليوم مصر تام بلي بنك اي نعم قال لا 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 ان ناخذ بنوك شرق وغرب يمولونا ليش ما نسوي حق عمارنا روحنا بنك
ونشوا أنشأوا بنك من هذاك اليوم لين هاليوم. مصر الحمد لله آمنة وبخير وسهال ولا عليها باس. امشي يا الحرة ولا عليك مضرة. ياركم الله يا أهل مصر، ياركم الله ياركم الله. ما زينكم ما زين بلادكم وما خفطينتكم، ما خفطينكم وما زينكم ما زين برايها زينة بهرناتها بزعيجها ببغيمها بيواخينها ما باليد حيلة. شو بنسوي شو بنسوي؟ خشمك يوم بيخيس ما تروم. اللي تشوفونها هاي الصدعة كلها والديانة، هاي ترى لا ضرابة ولا شياتة ولا بوقعة، هذه على الله يحفظكم. بوابة سيلمة، بوابة سيلمة مترو، والعالم هاللي تشوفونهم كلهم علشان السيلمة. كل هالعالم ها شوفوا كل هالعالم جايين عسب السيلمة. أنا هذا اللي يبني هالبلاد. حفلة ما بعد منتصف الليل الساعة 12 أهم حفلة تكون بالنسبة للسيلمة، فشيء جميل وشعور جميل. أنا أتعنى حق هالسوالف هالزحمة. ترى مصر حالاتها بزحمتها، شوفوا هالوادم شوفوا هالأمم شوفوا العالم شوفوا العالم كيف كبرها. شرطة وحرس وزراين وتحدي الزمان كلها هالعالم جاي حق حفلة منتصف الليل اللي هي الساعة 12. شوف العالم ها شوفوا. هذه كلها أمم، أنتم ما يتروالكم، هذا كله حقيقة، هذه كلها بوي حقيقة، هذه أفواج بشرية عالم. أمم لا إله إلا الله، أمم لا إله إلا الله. ويقولون هاي الله يحفظكم بناية يعقوبيان اللي مثلين فيها الفيلم مال شو اسمه مال عادل امام. عادل امام في دول فيلم مال عادل امام، هاي البنايه اللي مسوين فيها الفيلم. ها ما تشوفون امم لا ساقنا ابوك. لقيت مطعم وافقوا اني اخلي اطلع فوق في الدور الاول اصور المنظر هذا اللي تشوفونه. شوفوا بالله عليكم هذه اجواء مصر ايام العيال. هذا عيد مصر، هذا عيد يوم يقول لك ام الدنيا، يعني هذه ام الدنيا. هل خالتها لو عمتها؟ لا، هذه ام الدنيا. وما كذا بيسموها ام الدنيا ليش؟ امة لا اله الا الله. الغني الفقير اللي عنده اللي ما عنده كلنا عايش وكلنا يتكشف وكلنا يتمشى. حتى عيال اكبرها واسمنها من تجارهم من مليونيريتهم تلقطونهم في نص هالعالم. هذا يدلك على الالفه بينهم بين الشعب المصري بجميع اطيافه تبارك الرحمن. وهاي البنايه اللي يقولون عنها اللي تبي صورت لكم اياها اللي مالت يعقوبيان اللي مصور عادل امام فيها. مكان جميل ويسوى العنوه في وسط البلد. شيء جميل يحتاج تتعايه. من تحس بعمره جاك عطش شويونه ما توعب عمرك الا ابوي عند راعي القصب. بقيت قصب، بقيت مانجا، بقيت اللي تباه، كله موجود عندهم. كل شيء عندهم. أهم شيء عندي أنا القصب. أعشقه عشق البلع. نعم. كل هذا أنا كل واحد منهم. لكن هذا أهم شيء اللي هو عصير القصب. هذا ها جالس يعابر الداخل. قصبة وراء قصبة، قصبة وراء قصبة، قصبة وراء قصبة. قصبنا. ترى ما بلنا حق العرب اللي جايين قبلنا. ايوه هذا هو غرامي انا، هذا غرامي انا. عشق عشق البلاء. يا راجل ايه الكرم ده؟ اول مره في التاريخ، اول مره في التاريخ. كلمني من بلدك يومين على جدعان المصريين لازم نسجد شويه يا راجل. هي عندك كام لحد دلوقتي؟ الحمد لله. شو اول مره اللي يحب من الفيزاك؟ اول مره اللي يحب من الفيزاك. هي عندك كام لحد دلوقتي؟ شكرا يا ريت. اليوم اليوم الهي، اليوم اليوم الهي، اليوم اليوم الهي. فانيين من وين؟ خلينا نبتدي. اشكر فنك رقم واحد صح؟ ليش؟ هذا ما فينا يا هذا هرمه يا رب. والله ما ريال، والله قسم بالله ما ريال، والله انا اقول لك والله الله فدا رتبك. جيبها فوق، جيبها اذا شوف لما انا اشوف هي اللي ناخذ.
بلاد مالكم زين رد بلاد ما انت يوم جاي من بلاد مالك لابس يونيه يعني البس جان عند الاذان انا ما يلبي له يا العين ما تشوفه زين مالي انا خلي زياده ناضي يلا يلا قول بابا خالد تعال بابا قال خالد شويه شوف تعال لا طعم ما يريد قياسك رقم شوف هذه هاي نحن الله يحفظكم حاليا عدال عصائر مثلجه وزهره طلعت حرب زين شو اللي خلاني اوقف هذا الموضوع كل بلد في الدنيا دبش بيهن تسمم حمل الا مصر مصر ما يجيهم تسمم الحمل دبشهم الغنم بالأخص والمعزة ما يجيهم تسمم الحمل شو السبب؟ الملاس مصر البلد الوحيد اللي يطعم بقايا قصب السكر الدبش عندهم فلذلك دبش يجيهم تسمم الحمل في آخر شهر من الولادة من فوق الشهر الرابع قبل ما تدخل الشهر الخامس فلذلك يجيهم تسمم حمل الجنين ياخذ كل السكر اللي في الجسم جسم الدابشة فتتم الدابشة بلية سكر ينزل السكر عندها وتلقطها فجأة ماتت شو السبب؟ نقص السكر يسمون تسمم الحمل وهذا دواه الملاس في الخليج دواه المريس 3.5 ساعة عندهم وشوف العالم لين الحين لين الحين معيدين عندهم يظهرون أبوي حقهم من العيد مثني ومثلوث الحين كنت أدن الفجر على فكرة ها علي حلو المشي؟ بين عليك حلو المشي؟ جدا هتركب ولا هتكمل مشي؟ يلا 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 ما شي باجي أحب المشي يلا نمشي ما شي باجي نشبه لنا 5 دقايق ما شي باجي هذا سمير أمي سحي شوية كيلو وين بنوصل فندقنا؟